أولا أنا أعترض على تعبير العرب، يعني العرب والعروبة لها مضمون نضالي حضاري تحرري تمثله سوريا اليوم، وتمثله الدولة الوطنية السورية التي تدافع عن استقلالها وتدافع عن استقلال المنطقة برمتها. هؤلاء هم المستعربون الذين يتحركون في خدمة الآمر الأمريكي الإسرائيلي. كل الحرب الجارية اليوم، الحرب الكونية التي تستهدف سوريا اليوم، تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، الإمبراطورية الفاشلة التي تنسب فشل حروبها الثلاثة التي خاضتها في المنطقة إلى مناعة وقوة الدور السوري والموقف السوري في المنطقة. خسروا في العراق وقالوا سوريا هي المسؤولة، هزموا في لبنان وقالوا سوريا هي المسؤولة، وهزموا في غزة وقالوا سوريا هي المسؤولة، وسوريا هذه هي التي رفضت الخضوع لهم يوم احتلوا العراق وجاء كولين باول إلى دمشق والتقى بالرئيس بشار الأسد، والتتمة معروفة، عاد بخفي حنين، لأن هذه السوريا كانت على الدوام قلعة الاستقلال والعروبة في هذا الشرق. أما هؤلاء المستعربون فهم خدم صغار عند السيد الأمريكي وعند الصهاينة. اليوم كل الجلبة التي تستهدف سوريا مطبخها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو. هذه القيادة التي تصدر الأوامر لحكومات الخليج للمستعربين الذين يستهدفون سوريا. حركة في الجمعية العامة يعني محاولة تغطية على الإفلاس والفشل مجدداً. سقطوا في مؤامرة دمشق. الجريمة التي نفذوها كانت حلقة من خطة كبيرة، وكانوا يتوهمون أنهم يستطيعون إسقاط سوريا بضربة واحدة، وتخيلوا أن استهداف قادة كبار في المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية السورية يمكن أن يشل القيادة. الذي حصل أن القيادة بدرت بسرعة، صدر تعيين وزير الدفاع الجديد، وخرج هذا الوزير مباشرة ليخاطب ضباطه وجنوده وأبناء شعبه بالحزم وبالإرادة وبالتصميم الواضحين اللذين ترجما فورا في الميدان. وخلال أيام سقطت اللعبة الافتراضية التي أقاموها، لكن ذلك اليوم كان يوم هزيمة مشهودة للحرب العالمية التي تقودها الولايات المتحدة. أنا شبهتها بمعركة بنت جبيل، عندما دخلت قوات العدو إلى بلدة بنت جبيل الجنوبية خلال حرب تموز، وحاولت بذلك أن تسدد ضربة معنوية للمقاومة، لأن بنت جبيل هي الموقع الذي احتفل فيه المقاومون بالتحرير في 25 أيار 2000، وخرج قائد المقاومة ليقول إن إسرائيل أوهى من بيت العنكبوت. أراد الإسرائيليون أن يسددوا تلك الضربة فسقطوا في بنت جبيل، وانتصرت المقاومة ودحرتهم. التفوا من بعدها باتجاه وادي الحجير. اليوم معركة حلب هي مثل معركة وادي الحجير، وكما كانت وادي الحجير مقبرة الدبابات الإسرائيلية ونقطة التحول الحاسمة التي ظهر بعدها الانتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي، وكانت يومها حربا عالمية تقودها الولايات المتحدة، معركة حلب ستكون في ذات المنزلة في سياق هذه المقاومة التي تخوضها سوريا. اليوم كل الأوراق مكشوفة، ما تتعرض له سوريا هو عدوان استعماري. الصراع بين الدولة الوطنية السورية، بين شعب سوريا وجيش سوريا ودولة سوريا، وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء المستعربون تفصيل صغير، أدوات، براغي يحركها الأمريكي وفقا لخطته. هم يحاولون ستر خيباتهم، ستر عوراتهم بالمزيد من الضجيج. مجموعة المئة التي يجمعونها في باريس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشترون الأصوات ويدفعون مليارات الدولارات من أجل الخروج ببيان، بقرار معروف أنه لا فعالية له، لأن المعادلات الفعلية معادلات القوة التي صنعها الصمود السوري. الدوران الروسي والصيني صعدا على كتف الصمود السوري. شعب سوريا، جيش سوريا، دولة سوريا، قائد سوريا، هم الذين يصنعون هذه الخريطة الجديدة في العالم. يهرب المستعربون ويهرب أسيادهم إلى ظاهرة صوتية جديدة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنهم تلقوا هزيمة شنيعة. هناك آلاف المقاتلين الذين هربوا إلى الداخل السوري
من تنظيمات الإرهاب التي مولها بندر ودعمها حمد، وأرسل السلاح لها عبر الحدود اللبنانية وعبر الحدود التركية، أنفقوا المليارات، شنوا حرب إعلامية افتراضية، حركوا ما يسمى بملف الأسلحة الكيماوية، وحضروا مشروع قرار ضمن الفصل السابع إلى مجلس الأمن. قامت سوريا، نهضت سوريا، قاومت سوريا، واستطاعت في أيام أن تقلب المعادلة، وظهر الفيتو المزدوج للمرة الثالثة. فإذا صفعات متلاحقة على الرؤوس لهذه الزمرة التي تشكل عدة شغل أمريكية ولا تساوي أكثر من ذلك. هلا نلاحظ أنه حتى موضوع معركة دمشق أو حسن في دمشق أو ما سموه العناوين التي كانت تحتل الصحف وتحتل شبكات التلفزيون الأسبوع الماضي لم يعد لها ذكر الآن على الإطلاق. انتهى الحديث عن دمشق. الآن وزير الخارجية الفرنسي يتباكى على حلب، يقول أنه يطلب من الصين ومن روسيا أن تنضم إلى جهود الدول الأخرى حتى ينقذوا حلب. يعني دائما الحديث بمرحلة بعد مرحلة، مرحلة بعد مرحلة. هم يهربون إلى الأمام. يعني إذا لاحظنا أستاذ نزار سياق الحرب العالمية على سوريا، تنقلوا في الجغرافيا السورية من منطقة إلى منطقة. يعني عندما توهموا أن إسقاط طرابلس الغرب كما فعلوه يمكن استنساخه في سوريا، سمعنا كثيرا من الكلام في يوم اغتيال القادة الكبار الذين استشهدوا، وأنا أعتقد أن شعبا وجيشا يقدمان أبرز القادة لديهم هما جديران بصنع النصر. سوريا هي بلد الشهداء وبلد القادة والأبطال. وبالتالي هم مشكلتهم أنهم ينتقلون من مأزق إلى مأزق. جاءوا إلى دمشق، دمشق عصية على الغزاة تاريخيا، وتبين كما تفضلت في المقدمة أن القدرة موجودة، والمسألة كانت مسألة أخذ القرار. القرار اتخذ في التوقيت المناسب. الدولة الوطنية السورية سعت على امتداد هذه الأحداث لتظهر تصميما على إعطاء الفرص ومحاولة ردع المتورطين من أبناء البلد عن غيهم وعن السير في هذه اللعبة الدموية التي تدمر البلد والتي تفتح أبواب التدخل الاستعماري في البلد، فتحت أبواب الحوار، اتخذت الإصلاحات، كل ما له علاقة بالوضع الداخلي السوري عولج وبتصميم وبإرادة، وما تزال الدولة الوطنية السورية مصممة على خط المصالحة، خط الحوار، خط احتواء نتائج الأزمة ومداواة الجراح. نحن نشهد ورشة مستمرة في هذا الاتجاه. العدوان الاستعماري لا يكل عن محاولة البحث عن مخارج. يعني اهتدى الأمريكيون بعد هزائمهم في المنطقة وفي العالم إلى استراتيجية صاغها ديفيد بيترايوس الذي يشغل اليوم منصب مسؤول الاستخبارات المركزية الأمريكية بعدما كان قائد الجيوش الأمريكية التي غزت المنطقة في العراق ومن ثم في أفغانستان ومن ثم في المنطقة الوسطى. الاستراتيجية التي تسمى باستراتيجية الحرب غير المباشرة تقوم على تجنيد فرق المرتزقة والجماعات الإرهابية وتنفيذ أعمال الاغتيال. يعني يصدر موقف أمريكي عن جريمة اغتيال إرهابية موصوفة كالتي وقعت في مكتب الأمن القومي هو بمثابة إعلام مسؤولية. وأنا في اعتقادي أن هذه العملية كانت جزءا من خطة متكاملة مقر القيادة الأمريكي هو الذي وضعها وهو الذي خطط لها وهو الذي نسقها ووزع الأدوار في إطارها. لهذا السبب يتنقلون من مكان إلى مكان. أما الحثالة الاستعمارية التي تحكم في فرنسا اليوم فهي ملحق ذليل للسياسات الأمريكية. يعني انتهى الاستقلال في أوروبا، اليوم أنت أمام حكومات تابعة تدور في الفلك الأمريكي وتنفذ الأوامر الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد أنه لا داعي لنشغل أنفسنا بالتفاصيل التي هي جزء من عدة الشغل الأمريكية. الصراع اليوم هو بين سوريا والإمبراطورية الأمريكية. لسوريا حلفاء وللولايات المتحدة عملاء. هذه هي طبيعة المواجهة. المستهدف هو تدمير هذه الدولة التي أذلت الإمبراطورية الأمريكية ومنعت مشروعها لتفكيك كيانات الشرق وما سموه بالشرق الأوسط الجديد من التحقق. يعني بعد شهادة قائد المقاومة اللبنانية حول حقيقة ما تمثله سوريا في منظومة المقاومة كشريك وكسند استراتيجي،
نستطيع أن نعرف ما هي الدوافع الحقيقية لإسرائيل والولايات المتحدة في تدبير هذا العدوان على سوريا. ما يسمى بالمعارضات اليوم بعد تشوف كلمة إصلاح بكل الكلام، في مطالب إصلاحية لا بعدها عم تنطرح، انتهى من زمان، ما في، خلص كله تبخر. تسمع الإصلاح بخطاب الحكومة السورية، ببيانها اللي قدمته لمجلس الشعب، بتصريحات المسؤولين السوريين، بس ما عاد تسمعوا بالمعارضات. صرت أمام واجهة تشبه إلى حد بعيد جيش أنطوان لحد كواجهة للعدوان الإسرائيلي في تاريخ صراعنا في لبنان كمقاومة ضد الاحتلال اللي كان على أرضنا. اليوم المعركة لها طابع وطني، الاستقلال الوطني لسوريا، سلامة الدولة الوطنية السورية هي المطروحة على المحك، وأعتقد أن شعب هذا البلد دائما أثبت تمسكه بالاستقلال، تمسكه بالعروبة، تمسكه بهويته الوطنية، ومن هنا تستند الدولة الوطنية السورية ويستند الجيش العربي السوري في هذه المقاومة التي تخوضها سوريا، هي مقاومة بكل ما للكلمة من معنى، إلى هذا الحاضن الشعبي، إلى هذا الوعي الشعبي، إلى هذه الإرادة الشعبية الممتدة عبر التاريخ. من هون عم بيجيبوا مجموعات المرتزقة، فرق الموت اللي بتشبه فرق الموت اللي استعملوها بالسلفادور واستعملوها بنيكاراغوا بحروب غير مباشرة أيضا بعد هزيمتهم بفيتنام. هاي الفرق الموت ينتقلون بها من مكان إلى مكان ويدفعون بالأموال والأسلحة وبكل الإمكانات ويمارسون عمليات التضليل الإعلامي. صارت منظومة مكشوفة، أي مواطن سوري هلأ منسأله منستوقفه منحكي معه، هو قادر يعطينا خريطة لخطة العمل التي يتحركون بها. يسأل كثير من الناس، يعني أي وقاحة قد تدفع أردوغان السياسي الذي يمكن أن يوصف بأنه سياسي محنك، يعني يرأس حزب ورئيس وزراء دولة إقليمية كبرى كتركيا، عندما يتحدث بمنطق وهو الذي يؤوي ويسلح ويدرب ويجهز وكل شيء، يتحدث على أنه منزعج من المتمردين الأكراد داخل الحدود السورية، ويقول أنه قد يكون إن اضطر قد يكون جاهز لأن يقتحم الحدود السورية وأن يدخل إلى 5 محافظات موجودة فيها هؤلاء العصابات المتمردة كما يسميها من الأكراد. بأي منطق يتحدث أردوغان وهو يقوم بشيء ذاته مع سوريا، وهو الذي يمارس كل الأدوار التي يمكن أن توصف بأنها أدوار عدائية 100%، لا يمكن أن يكون هناك أي وصف آخر للموقف التركي الآن إلا موقف العدو. اليوم على الأرض التركية هناك غرفة عمليات لضباط من المخابرات الأمريكية والمخابرات التركية، وفيها مندوبين المخابرات الفرنسية والبريطانية، وهذا الكلام أنا مش عم بذيع معلومات خاصة، هذا كلام ورد بتقارير صحفية أمريكية، يعني نيويورك تايمز وواشنطن بوست اللي حكوا هذا الكلام، أنه تركيا فيها مقر القيادة الاستخباراتية التي ترأسها الولايات المتحدة في فريق عمل يرتبط مباشرة بديفيد بيترايوس يتلقى التعليمات منه، وهذا الفريق هو الذي يدير العمليات داخل الأراضي السورية. تركيا اليوم هي حاضن لقوى العدوان، لخطط العدوان، لفرق الموت، للجماعات التكفيرية الإرهابية التي تقول اليوم، تقارير الجارديان والاندبندنت اليوم اللي صدرت بلندن، انه هاي الجماعات موجوده في حضن الاتراك القوات التركيه والمخابرات التركيه على الحدود مع سوريا. وبالتالي من الواضح تماما ما هو الدور الذي يلعبه اردوغان. حكومه الوهم العثماني، اردوغان المحكوم بالوهم العثماني، يعيش حاله من الهستيريا، يعني ما في رقصه هستيريه بالتاريخ بتشبه رقصه اردوغان بالتاريخ الحديث امام مازقه في الموضوع السوري. هو هدد طويلا، اجرى الحسابات مع الجنرالات الاتراك، مع الاقتصاديين الاتراك، طلع انه عاجز عن التحرش بسوريا. طلعت الطائره التركيه اسقطت عندما اعتدت على المجال الجوي الوطني للجمهورية العربية السورية فأسقط بيده، لم يعش تهديده يوما واحدا، ولا عربدات الحسيل الاستعمارية الفرنسية الموجودة، كلهم مرضى بالوهم. يعني لاحظ أنت، الوهم العثماني والوهم الاستعماري الفرنسي يلتقيان في محاولة النيل من هذه الدولة الوطنية المستقلة الشامخة والقوية والقادرة. أنا بعتقد أنه أردوغان اليوم
أعطى إجازة للجيش السوري بحق المطاردة إذا اضطر داخل الأراضي التركية هيك رأيك؟ ببساطة. وأنا بعتقد أنه هو سيكتشف أنه ارتكب خطأ مميتا بهذا التصريح، لأن الحقيقة هو من يتدخل في الشأن السوري، هو من يحمي معسكرات التدريب ومخازن السلاح وعمليات التهريب المنظمة التي تشارك فيها المخابرات التركية، وعمليات القتل والمجازر والاغتيالات التي تنفذ على الأرض السورية والمخابرات التركية متورطة فيها، وبالتالي هو سيدفع ثمن هذا الكلام. كل الناس تعرف أن الدولة الوطنية السورية تعاملت برصانة من أول الأزمة، لأنها حريصة على العلاقة مع الشعب التركي، ونحن نعلم أن في تركيا عددا كبيرا من الأحزاب والشخصيات والقوى الفاعلة في المجتمع التركي اللي اتخذت مواقف ضد سياسة أردوغان، وداخل حزب العدالة والتنمية خضع نهج أردوغان في التعامل مع الشأن السوري لمناقشات حامية الوطيس في المؤتمر الذي عقده الحزب الاجتماعي الموسع، وكان أردوغان مرتبكا وفي زاوية ضعيفة ولم يستطع الدفاع عن مواقفه، بعوض هالشي بعنتريات إعلامية. أنا رأيي هذا موضوع نحطه ورانا. سوريا دولة قوية ومنيعة، والجيش العربي السوري جاهز للدفاع عن الوطن في كل لحظة، وهم يعلمون. يعني مبارح بني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي في الكنيست حذر القادة الإسرائيليين من أي مغامرة طائشة بالعدوان على سوريا، بمناسبة الجدل عن الترسانة الكيماوية وأضعها بين مزدوجين. قال ستمنى إسرائيل بكارثة كبيرة في حال غامرت بالحرب على سوريا، انتبهوا جيدا وعلينا أن نجري حسابات الكلفة. هذا كلام رأس المؤسسة العسكرية الصهيونية. أردوغان يعرف جيدا كل الحسابات المتصلة بالتصادم مع الجيش العربي السوري، في ملف على طاولته انحط من زمان باجتماع مجلس الأمن القومي التركي من قبل جنرالات الجيش التركي حول قدرات الجيش العربي السوري الدفاعية، حول حجم الورطة التي سيدخل بها. وبنفس الوقت الاقتصاديين الأتراك قالوا له أنه اليوم التالي، وهذا كتب بالصحافة التركية بصحيفة حريات من قبل أحد المحللين الأتراك، نقل عن الفعاليات الاقتصادية أن أبلغت رئيس حكومة الوهم العثماني أن اليوم التالي للاعتداء على سوريا سيكون كارثة شاملة تنهي الاقتصاد التركي إلى غير رجعة، لن يقوم من الكارثة التي سيصاب بها. هو مذهول اليوم لأن الدولة الوطنية السورية نهضت بسرعة من الضربة التي اعتبروها قاتلة واحتسبوها مدخلا لضعضعة بنية هذه الدولة وبنية هذا الجيش، اللي كانوا متصورين أن الدولة راح تفرط. تمام. يعني الذي حصل هو العكس، هم أغبياء وجهلة لا يعرفون حقيقة ثقافة المقاومة التي جبل بها الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري من اللحظة الأولى لبنائه بني بدماء يوسف العظم، بني بتراب سوريا الحر والاستقلالي الذي لم يذل يوما من قبل مستعمر أو غازن، ومن هنا فهم لا يعرفون هذه الحقيقة التي أشار إليها كلينتون عشية زيارته لدمشق للقاء الرئيس الراحل حافظ الأسد، حين قال إني سأزور أقدم عاصمة في التاريخ والمدينة الوحيدة في الشرق التي لم يعد بناؤها لأن غازيا لم يستطع أن يدمرها. طيب، يعني لا بأس ان يعني ألقينا الضوء على بعض التصريحات، ولو انها تبدو احيانا تصريحات فيها الكثير من السخافة، ولكن نسأل الى اي مدى ما زالوا يفكرون. يعني في 3 موظفين، احدهم سفير سابق، يعني اليوم اصدرت خارجية بيان انه سفير ترك، يعني انتهت مهامه ب4 حزيران الماضي، وموظفة دبلوماسية ليست بمرتبة سفيرة ولم تكن يوما سفيرة، وموظف اخر هو ليس دبلوماسي. هؤلاء الثلاثة اعتبرتهم تصريحات غربية اليوم أن شقاقهم بات يؤكد أن أيام النظام معدودة. أنا أستاذ نزار، أولا بدي أتوجه لأهلي بسوريا، بدي أقول لهم أن الفرز في زمن المحن يقوينا ولا يضعفنا، ولتسقط كل الحلقات الضعيفة، وليأخذوا ما يريدون من العناصر الضعيفة والمرتزقة التي تبحث عن التنفع على حساب الوطن. هذا فرز طبيعي في زمن التحدي. اليوم التحدي الاستعماري يتطلب إرادة مقاومة، والحرب هي حرب إرادات.
الصمود والمواجهة والإصرار على الدفاع عن الوطن السوري، عن الدولة الوطنية السورية، عن استقلال سوريا، عن عزة سوريا، هذه الدولة التي استطاعت أن تكون كالدول العظمى، لا يذهب رئيسها إلى واشنطن ليلتقي بالرئيس الأمريكي ويرغم الرئيس الأمريكي أن يأتي إلى عاصمة حيادية، هذه الدولة التي استطاعت أن تفشل 3 حروب عالمية قادتها الولايات المتحدة في السنوات 10 الأخيرة، وأن تساهم في إسقاط هيبة الردع الإسرائيلية، أسطورة إسرائيل كانت سوريا الشريك الأساسي في إسقاطها من خلال خيار المقاومة. أنا أقول لأهلي في سوريا، قد يأخذون المزيد من الحلقات الضعيفة، من الذين يبحثون عن التنفع وعن الارتزاق، من الفاسدين الذين تستروا طويلا في هذا الموقع أو ذاك، لا يشتغلوا بزنس ولا يعملوا صفقات على حساب بلدهم وشعبهم وأهلهم، هود اللي بياخدوهن مكسب لإلنا، من تركنا خير لنا ومن تبعنا خير له، هذه هي القاعدة التي تحكم تعاملنا مع هذه الأمور. وبالرغم من هذا الذي أقوله، وبالرغم من تقديري أن بعض الظواهر المشابهة قد تحدث هنا أو هناك، ولكن الفرز يحصل على حد الموقف الوطني، على حد الولاء الوطني، على حد الانتماء إلى سوريا كوطن وكشعب وكدولة، وهذا فرز صحي، هذا فرز يقوينا. ولكن حتى الآن بماذا خرجوا؟ خرجوا بسقط المتاع، ليس هناك حالة يعتد بها من كل الحالات التي يتحدثون عنها، وبيان الخارجية وضع النقاط على الحروف، ولكن هم يشتغلون بلعبة الضجيج الإعلامي، يريدون أن يولدوا الانطباعات. هذه عادة الأجهزة الاستخباراتية، الاستخبارات العالمية وهي مدرسة أمريكية بشكل خاص، لا تتعامل بالوقائع في العمل الإعلامي، تتعامل بتوليد الانطباعات. ومع تطور أدوات الحرب الافتراضية سواء الإلكترونية أو الإعلامية واللي صارت بصلب استراتيجيات الأمريكية اليوم، صار تفريخ الأكاذيب والشائعات وتضخيم شغلة صغيرة ومحاولة الإيحاء أنه يا لطيف هذه قصة كبيرة. طيب هم اغتالوا قادة كبار، هم اليوم من كبار شهداء سوريا والأمة العربية، جنرالات هم من أبطال حرب تشرين ومن أبطال التحرير في لبنان ومن أبطال حرب تموز ومن أبطال حرب غزة، وتصوروا أنهم سيزلزلون هذه الدولة وهذا الجيش. اليوم قريت تحليل لخبير إسرائيلي بيقول أنه القيادات العسكرية الإسرائيلية عاكفة على دراسة ما حصل في سوريا بعد هذا التفجير وفي ضوء معارك دمشق، أن القيادة العسكرية السورية اتبعت أدوات عمل وأساليب تنظيم وأساليب قتالية غير مسبوقة في الجيوش النظامية. ويقول هذا الخبير أن ما نقل عن وزير الدفاع السوري من أنه أعطى الحرية لضباطه وجنوده لأخذ القرار في الميدان تبعا لشروط المعركة، يعني أن إسرائيل ستواجه جيشا ليست مهيئة لمواجهته، لأن الجيوش النظامية معروفة بالمركزية الشديدة في إدارة العمليات، وأن هذا ما يسميه الخبير اللامركزية في التكوين القتالي وفي الأداء القتالي والمعارك السريعة التي خاضها الجيش العربي السوري واستطاع بفاعلية أن يحسم فيها الأمور، تشير إلى أن على إسرائيل أن تحسب حسابا لطبيعة القوة التي يمتلكها الجيش السوري بأنماطه التنظيمية الجديدة وبشكله القتالي. وهذا يقودني إلى استذكار ما كشفه السيد حسن نصر الله عن الاستراتيجيات الجديدة التي قادها الرئيس الأسد في تأهيل وتكوين الجيش العربي السوري لظروف القتال مع العدو الإسرائيلي طيلة السنوات 10 الماضية، ليس فقط بالقدرة الصاروخية الرادعة بل بأساليب القتال وأنماط التنظيم. سوريا أثبتت بأيام أنها قوة حية تتجدد وتنهض أقوى وتتشبع بروح الشهادة والفداء والاستعداد للتضحية، وهذه هي روح الشعب السوري. الآن من ذهب إلى القرار تبع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار جديد بالعودة إلى هذه النقطة، هو يقول يعرف أنه غير ملزم، ولكن يقول حتى نحصل على
إدانة أو موقف أدبي أو أخلاقي، أو يمكن يكون له ترتيب قانوني لإحراج الدول الداعمة للنظام في سوريا ولإحراج النظام. يعني أستاذ نزار، لأقول لك شغلة. أولا أنا على ثقة بأن إرادة المقاومة في سوريا لا صلة لها بكل الحسابات الدولية والإقليمية، وراح أحكي بكل صراحة. لو طلب الأصدقاء من سوريا أن تتراجع أمام العدوان الاستعماري فهي مصممة على الذهاب إلى النهاية في هذه المقاومة دفاعا عن استقلالها وعن مستقبل شعبها وعن مصيرها ومصير المنطقة. واحد، وأنا أذكر إخوتي وأخواتي في سوريا بأننا خضنا حرب تموز نحن وسوريا، وكانت سوريا هي القوة الأساسية الراجحة في معادلة صمودنا وانتصارنا في حرب تموز. يوم 14 تموز كانت هناك قمة في بطرسبورغ صدر عنها بيان يغطي العدوان الإسرائيلي على لبنان ويقول أن من حق إسرائيل ما يزعم بالدفاع عن نفسها، وكانت روسيا والصين مشاركتان في تلك القمة. أنا أستعيد هذا المثل دائما لأقول أن المعادلة اليوم أفضل بكثير من المعادلة التي انتصرنا في ظلها. يعني حينها كانت الدول العربية والدول دائمة العضوية بمجلس نعم، الأمن كلها المستعربون ضد لبنان. وكل دول مجلس الأمن كانوا ضد المقاومة، كان في مع المقاومة سوريا. أولا سوريا 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 عاشرا بشعبها بجيشها بقيادتها، وكان معنا الجمهورية الإسلامية في إيران. خارج هذا الإطار كان معنا الشعب العربي، الجماهير العربية اللي منعت من التعبير حتى عن فرحتها بانتصارنا، ورغم ذلك انتصرنا. بإرادة المقاومة صنعت سوريا مساحة جديدة لدور شركائها الدوليين. المعادلة مقلوبة. مثل ما كانوا يقولوا إنه سوريا هي ممر للسلاح إلى المقاومة، وكانوا يزورون، وكشف التزوير السيد نصر الله وقال سوريا السند والشريك، والصواريخ التي دكت بها المقاومة الكيان الصهيوني كانت صواريخ من صناعة سورية، والصواريخ والتموين أرسل من سوريا إلى غزة بينما المستعربون حاصروا غزة ومنعوا جمع التبرعات لحساب أهل غزة من أجل القوت والدواء في مواجهة العدوان الصهيوني. هذه السورية هي التي صنعت مساحة للحركة الروسية الصاعدة في المعادلة الدولية. روسيا والصين شركاء وهم يعرفون. كاترين الثانية قبل 200 سنة قالت إن مفتاح غرفة نومي في طرطوس، وكل الحسابات الاستراتيجية تقول أن الشراكة الروسية السورية مكونة عبر التاريخ بنسيج تتداخل فيه الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية، ونعرف يعني روسيا من مكونات هويتها السلافية كعصب قومي والأرثوذكسية كديانة، وهذا سر نفوذها بأوروبا الشرقية التي يطمح فلاديمير بوتين لاستعادتها من الحلف الأطلسي اللي أخذها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. روسيا اليوم تستثمر وتبني من دورها المتجدد على المسرح الدولي هي والصين ومجموعة البريكس على صمود سوريا وقوة سوريا. الشعب السوري يجب أن يعرف ويجب أن يفخر بأن صموده ومقاومته في وجه العدوان الاستعماري هو الذي يصنع الأدوار المستجدة في المسرح العالمي. ولذلك أنا بقول لك من هلا وعلى بياض، كل ضغوط، مش قالوا وقت بعد التفجير توهموا أنه هلا بتتخلخل الصورة وبيقدروا يأثروا على الموقف الروسي، إجا الفيتو المزدوج الثالث مرة تانية. لافروف صار أوضح وأكثر قوة في بياناته شبه اليومية حول الموضوع السوري. شو السبب؟ أن سوريا تبدي مزيدا من القدرة على المقاومة والصمود، ولذلك يتمسك الشريك الدولي لسوريا اللي بده يخلص من الهيمنة الأمريكية. ما الأمريكان كمان بشو عم بيخاطبوا روسيا والصين؟ بيتدخلوا بأوضاعهم الداخلية وبيهددوهم، حتى ما بيعاملوهم كشركاء. يعني في وقاحة وصلافة استعمارية تأباها الكرامة القومية لدول عظمى كالصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، هذه دول كبرى في العالم وهي تعلم كثيرا عن حجم تهالك وتداعي القوة الأمريكية. عندهم أرقام عن الاقتصاد الأمريكي، عندهم معلومات عن الاهتراء
الذي تعيشه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مضت في الحرب غير المباشرة ضد سوريا لأنه عم بتخوضها بالدم السوري وبالمال العربي. وبالمال العربي بالنفط الخليجي. هي لا تدفع خسائر، ولكن هي تدفع وستدفع خسائر استراتيجية كبرى مع انتصار سوريا. نعود لنفس النقطة، اسمح لي بعد فاصل قصير. إذا فاصل ونعود. لمشتركي صفحة الدنيا على الفيسبوك facebook.com/الدنيا.channel يمكنكم البقاء على تواصل مع الصفحة بكل أخبارها من خلال الضغط على زر لايك ثم شو إن نيوز فيد لمستخدمي الفيسبوك باللغة الإنجليزية، أو الضغط على زر أعجبك ثم عرض في آخر الأخبار لمستخدمي الفيسبوك باللغة العربية. أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ غالب قنديل. أستاذ غالب قنديل، حضرتك كنت تتحدث بالشأن الروسي والموقف الروسي. هناك الآن حديث على أنه نبيل العربي وحمد بن جاسم يريدون الذهاب إلى روسيا، عساهم يستطيعوا أن يغيروا موقف روسيا، كما راهنت جماعة مجلس اسطنبول على أن يغيروا موقف روسيا، وكأنه هذه الدولة لا تبني سياساتها على استراتيجيات بعيدة المدى وعلى الكثير من الأمور التي لم تستطع لا الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تغير فيها شيء. هناك أيضا من يذهب إلى الحديث الآن عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، يقول أنه يجب الذهاب أو يجب الاقتداء بتجربة كما يصفها بعض المعارضين السوريين، أنه عام 1950 لإدانة كوريا ذهبت الدول لتفادي الفيتو السوفيتي، ذهبوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدروا قرارا مدينا لكوريا، ويريد الآن أن يقتدي الجميع بهذا الاقتداء هروبا من الفيتو الروسي. كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني هن أكيد عم يتهربوا من الفيتو الروسي لأنه مجلس الأمن واضح. الموقف الروسي يعني بزتوا بعض التفاهات بالكلام عنه، صاروا من بداية الأحداث بيشتغلوا، مرة بيقولوا لك رايحين نقايضهم للروس بصفقات، وراحوا السعوديين والقطريين وقدموا عروض للقيادة الروسية. مرة بيقول لك أنه الأمريكان والفرنسيين والألمان بدهم يشتغلوا على الموقف الروسي بمقايضات معينة. روسيا تتحرك بدافع استراتيجي في هذا الموضوع. الصمود السوري أعطى الروس فرصة العمل لإنشاء معادلة دولية جديدة ولإعادة النظر بواقع التوازنات العالمية، ليس فقط لأن روسيا تريد أن تصعد من دورها. المشكلة الأساس التي تعاني منها كل الدول المستقلة في العالم هي الهيمنة الأحادية الأمريكية. من يوم سقوط الاتحاد السوفيتي تتصرف الولايات المتحدة على أنها إمبراطورية مطلقة القوة والقدرة في العالم، وتستطيع أن تملي على الآخرين ما يريدون. أنا بعتقد قبل ما يوصلوا نبيل الله عربي وحمد بن جاسم بن صهيون على موسكو، طلع كلام روسي انه اذا جايين تحكوا بموضوع سوريا باللغه اللي عم تحكوا فيه بلا ما تجوا احسن. طلع هذا الكلام عن الروس، وبالتالي الموقف الروسي معروف ومحسوم. وبعتقد صعود النبره يعني التي يتحدث بها سيرجي لافروف واضح، مؤشر لا يقبل الجدل. وفي نوع من التذاكي بالكذب والدجل اللي بيعمموه عبر وسائل الاعلام احيانا، انه مثلا رايح اردوغان يفاوض الروس على موقفهم من سوريا، وهو عم بدس الدسائس للتدخل في الشان الروسي الداخلي من خلال الجمهوريات الذات اللي فيها وجود تركماني، وعمليا يتآمر على الامن القومي لروسيا. وفلاديمير بوتين اخبر الناس يعني هو قادم من الكجبي، روسيا دولة عظمى عندها أجهزة استخبارات قادرة تعرف بالمعلومات شو عم يطبخ أردوغان رئيس حكومة الوهم العثماني بالشراكة مع الأمريكان من أجل تقويض الاستقرار الروسي الداخلي. بيعرف أنه السعودية وقطر دافعين مصاري لتدريب مجموعات إرهابية من الشيشان في ليبيا بعهدة جماعات القاعدة من أجل تصديرهم
لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل الروسي. فروسيا منا غافلة لا عن مصالحها ولا عن أمن القومي ولا عن البعد الاستراتيجي للحرب على سوريا. الحرب على سوريا هي حرب لتغيير خريطة العالم. هزمت الإمبراطورية، هزمت الهيمنة الأحادية بالحروب المباشرة، انتقلت إلى حرب غير مباشرة ضد الدولة التي تعتبر أنها كانت القلعة التي تكسرت عليها حروبها السابقة والفاشلة في المنطقة. الروس يعلمون ذلك، ويعلمون أنه حين وقف الرئيس بشار الأسد وتصدى للصلف الأمريكي كانت الصين وروسيا تحاذران الاصطدام بالأمريكي، وبالتالي معروف عمين عم بيرسم له، معروف وين عم تنخاض المواجهة الكبرى على مستقبل العالم. هؤلاء الخائبون رح يمركوا سفرات كتير ورح يركبوا طيارات كتير ويروحوا ويجوا لسبب بسيط. الولايات المتحدة دولة عظمى، حين تهزم تبحث عن المخارج وتبحث عن الإخراج، وهي تقيم اليوم بالكلام عن الكيماوي رأس جسر جديد لمواصلة الضغوط بعد الانتصار السوري، لكنها تسعى لتأخير اعترافها بالفشل. لكن تخيل معي ماذا سيفعل أردوغان بعد انتصار سوريا؟ ماذا سيفعل في الداخل التركي في مواجهة المعارضة التركية، في مواجهة كشف الحساب المطلوب منه داخل حزبه؟ ماذا ستفعل حكومة السعودية اللي عم بتعيش وضع داخلي متأزم والمحاطة بالأزمات بجوارها المباشر باليمن بالعراق بالبحرين؟ تغيرت البيئة الإقليمية المحيطة بالنظام السعودي، والداخل في الجزيرة العربية وبلاد الحجاز يعيش غليان كبير في مواجهة هذه المملكة الاستبدادية العميلة الأمريكي، مملكة أرامكو، مملكة السياف والمطاوع التي لا مجال فيها للتنفس بحرية وعم تعطينا محاضرات بالديمقراطية. هؤلاء يدافعون عن مصائرهم بالذهاب إلى أقصى العدائية ضد سوريا، لأنه الفشل سيكون فشلهم. الأمريكي والأوروبي أولا ما عنده ما يطوش، يعني يمكن أن يتمسح بالحذاء من أجل مصالحه، وسيكون هذه المرة حذاء روسيا توسلا لعتبة سوريا. ما عندهم مانع، هودي بيشوفوا القصص ببراغماتية لا أخلاق فيها ولا كرامة، هم ذرائعيون يلهثون خلف مصالحهم. وعندما تتحدث عن دول كبرى هوامش مناورتها بتكون واسعة، يعني الروس مدوا السلم للأمريكان من أجل النزول عن شجرة التصعيد بمبادرة أنان، بس الأمريكان خربوا المبادرة، خربوها بواسطة هؤلاء المستعربين وأصحاب الوهم العثماني. ولكن مرة أخرى قد تجد الدول الكبرى مخارجا لها وتستعيد شيئا من ماء الوجه في طريقة الإخراج بمعونة الصين وروسيا لتعترف بفشلها بصورة مواربة وتعمل ربط نزاع في حرب باردة جديدة مع سوريا وشركائها الإقليميين والدوليين. ولكن العملاء الذين شاركوا في العدوان على سوريا هودي بدهم يدفعوا حسابات كبيرة، لأنه نهوض سوريا في الشرق هو نهوض للشرق كله، وهو نهوض لتيار عروبي مقاوم استقلالي مناهض للاستعمار معادي لإسرائيل تحرري، سيزلزل كثيرا من العروش وكثيرا من الأنظمة. ولذلك هم يستميتون في محاولة التآمر على سوريا اليوم وفي تفعيل المخطط. كل ما شافوا حلقة فشلت بيحاولوا يستولدوا وهم جديد حول حلقة جديدة. بالحديث عن موجة الأسلحة الكيميائية السورية التي استغلها الكثيرون وتحدثوا بها، كيف تفهم تصريح روسيا صادر عن الخارجية الروسية أظن عندما تقول أنه الأسلحة الكيميائية السورية هي في مأمن؟ كيف تفهم هذا النوع من التصريحات؟ هذا النوع هو رسالة للأمريكيين والإسرائيليين أنه كفوا عن اللعب بهذا الملف. هم حاولوا من خلال إثارة الموضوع الأمريكي والفرنسي والبريطاني والإسرائيلي، حاولوا أن يصنعوا مقدمات الضغط من أجل قرار يفتح أبواب التدخل الأجنبي حجة في سوريا. حجة تفتيش على أسلحة الدمار. نعم. شامل ونفس بحجة إعادة في خطر سيناريو العراق. تمام، أنه إذا بتلاحظ التقارير الصحفية أستاذ نزار كلها أنه في عبارة مثل الكود شفرة تأمين الترسانة الكيماوية السورية.
استندوا في ذلك إلى وهم أن الدولة السورية يعني في حالة تفكك وانهيار بعد عملية الاغتيال، وإذا بتلاحظ التزامن بالحملة كان واضح تماما. طبعا الدولة السورية نهضت بقوة أكبر وبهمة عالية وأثبتت حضورها وتماسكها. الرسالة الروسية عم تقول لهم تضبضبوا. وعلى كل حال بيني جيتس، يعني بيني جيتس رئيس الأركان الإسرائيلي، ردد الكلام الروسي أنه الترسانة الكيماوية السورية في مأمن والدولة السورية متماسكة وتسيطر هي وجيشها. يعني ما عم يناقشوا، ما عم يناقشوا أنه في أسلحة كيميائية ولا لا، عم يناقشوا أنه في مأمن ولا ما في مأمن. إيه تماما، لأنه فكرة المأمن هي مدخل التدخل، هي الذريعة تأمين الأسلحة الكيماوية. إذا بتلاحظ هذا هو طبعا سوريا ليست معنية أن تقول إن كان عندها أو ما عندها. وأنا بفهم بهذا السياق التصريح اللي أدلى به الدكتور مقدسي الناطق بلسان الخارجية، وكان موفقا، وهو اللي عمل يعني إذا بدك تداعيات كبيرة داخل الكيان الصهيوني. يعني الإسرائيليين عاشوا بحالة قلق إنه طيب إذا في أسلحة كيماوية ورحنا على حرب شو حنواجه. فزادت من الشعور بقدرة الردع السورية هاي القصة، أنه لو على سبيل الاحتمال فإذا هذا الاحتمال قد يكون قائما. أنا بعتقد هن كل الموضوع بالنسبة لهم تسويغ التدخل. التدخل سقط، سقط بمجرد صدور مرسوم تعيين وزير الدفاع الجديد بعد قليل من عملية الاغتيال الإرهابية التي نفذت، كان إعلان سقوط الخطة الأمريكية. التداعيات الميدانية تكفلت بالباقي، الإعلام الوطني السوري اللي بحييه بكل منابره وبكل الإعلاميات والإعلاميين من زملائنا اللي اشتغلوا بكد من أجل تفكيك البيئة الافتراضية ودحض الشائعات والأكاذيب وتوعية المواطنين السوريين، الشعب السوري اللي أظهر درجة عالية من الوعي والثبات إلى جانب دولته وجيشه، هذا كله أسقط اللعبة. هلأ صار بدهم من الكلام عن الأسلحة الكيماوية ربط نزاع لمرحلة قادمة. في ملف نووي فبركوه بالزمانات وصارت غارة إسرائيلية كلنا بنتذكرها، مرت من الممر اللي مرقت فيه الطيارات التركية، الطائرات التي نفذت العدوان. اليوم عم بيصنعوا ملف جديد لأنه بتقديري هن شايفين سوريا ذاهبة إلى الانتصار في هذه الحرب، وبالتالي يجب تكوين ملفات تسمح بمواصلة الضغوط خلال المرحلة القادمة، مثل ما عاملين اشتباك مع إيران بحلقة ضغوط وعقوبات حول الملف النووي الإيراني، مثل ما عاملين سلاح المقاومة في لبنان لعنصر ضغط ولتحركات مستمرة وله ناظر خاص. القرار 1559 اللي ماتوا شبع موت بعده بيقبض معاش من الأمم المتحدة تيري رود لارسون ليقدم خدماته للعدو الإسرائيلي في هذا الموضوع. كيف تنظر إلى الشكوى اللبنانية التي طلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان من الحكومة أن تقدمها احتجاجا على ما وصفه بالخرق السوري للحدود اللبنانية؟ ومن المعروف أنه الخطر الكبير يأتي من الحدود اللبنانية، ومن المعروف أن كان هناك محاولات من الجيش اللبناني لنشر على الحدود، ومن المعروف أن الجيش السوري يتصدى لأي محاولة للخرق كل ذلك. أنا الحقيقة بعتبر أنه كلام فخامة الرئيس لم يكن بمستوى الحدث، وأنا استغربت كيف صدر عنه هذا الكلام. هو يساير بعض الأجواء الخارجية والداخلية في هذا الموضوع، سواء الطلبات الأمريكية والغربية والخليجية اللي حاضرة بلبنان بقوة في الموضوع السوري. يعني السفيرة كونيلي هددت مسؤولين كبار في لبنان بأنه إذا اعتقل عنصر من عناصر العصابات المسلحة السورية التي يؤويها تيار المستقبل وشركاه في الشمال اللبناني، فالشخصية التي تصدر الأمر سوف تلحق بها العقوبات الأمريكية التي تطال الشخصيات السورية والشخصيات الداعمة للدولة السورية بهذا الوضوح. للأسف بلبنان، خليني أحكي بشكل كتير صريح، موقف فخامة الرئيس مساير لهذه الضغوط، مساير لابتزاز تيار المستقبل في الداخل اللبناني. ولكن أنا الخطر بالموضوع كان بالنسبة لي، وأنا كتبت مقال عنوانته عذرا فخامة الرئيس في الرد على طلب الرئيس اللي كنت بتمنى أنه ما يصدر عنه مثل هذا الموقف، أنه على الدولة اللبنانية أن تمارس مسؤولياتها السيادية على أرضها.
هناك آلاف المسلحين من العصابات المسلحة ومنهم من ارتكب مجازر على الأرض السورية. لا يجوز أن يقول فخامة الرئيس من فرنسا أنه ليس هناك أي عسكري مما يسمى من الجيش الحر على الأرض اللبنانية. ونحن نطالع في الصحف اللبنانية وفي الصحف الأمريكية تحقيقات عن معسكرات تدريب وعن غرف عمليات، ونعرف أيضا أن هناك مربعات أمنية للعصابات الإرهابية المسلحة الناشطة بجرائمها على الأرض السورية يمنع الجيش اللبناني من دخولها في مدينة طرابلس، وهناك قرى فيها أوكار أيضا يسيطر عليها هؤلاء المسلحون، والجيش اللبناني يمنع من ممارسة واجبه السيادي في تفكيك هذه العصابات ومطاردتها، لأنه هي نشاط مخالف للقانون، مخالف للدستور اللبناني. إذا أربع لبنانية اجتمعوا وشكلوا عصابة، واجب النيابة العامة تبعت تستدعيهم وتقفهم وتحيلهم بتهم التكوين عصابة مسلحة. كيف عندك آلاف من السوريين وغير السوريين، يعني هناك قاعديين استقدموا إلى لبنان ليرسلوا إلى سوريا، والعديد من المقاتلين غير السوريين الذين قتلوا أو أوقفوا على الأرض السورية إجوا من لبنان. ومعلوماتنا، معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، أنه التهريب عبر لبنان، تهريب الأسلحة والمسلحين، هو النسبة الأساسية من التدفق الحاصل إلى الداخل السوري. طيب لما في ضباط لبنانيين تورطوا في تجارة الأسلحة وتهريبها إلى سوريا ولم يحاسبوا ولم يسألوا، في ضباط لبنانيين تورطوا في الباخرة اللي طفلة اثنين واللي قبلها واحد وناقص واحد، لأنه في باخرتين وصلوا قبل إلى لبنان وأفرغوا في مستودعات على الأرض اللبنانية ونقلت الأسلحة إلى الداخل السوري، هي عم تقتل أهلنا بسوريا هي الأسلحة. فخامة الرئيس مسؤول أنه ياخذ موقف يتناسب مع واجباته السيادية. طبعا أنا عم أقول هالكلام بعد ما كتبته من بيروت تاني يوم اللي صدر فيه كلام رئيس الجمهورية، لكن المشكلة الأدهى في لبنان اللي بتحز بنفسي أنا بقول لك أنه لبنان منقوص السيادة، الدولة اللبنانية منقوصة السيادة، وأنا على ثقة مطلقة أن سيادتنا الوطنية لن تكتمل إلا بعد انتصار سوريا. الحرب على سوريا كانت مناسبة لتطوير مساحة استباحة السيادة اللبنانية. أنا بشعر بالعار لما بقرأ تصريح لحاكم مصرفنا المركزي يوم زيارة المبعوث الاستعماري الصهيوني ديفيد كوهن، مسؤول الأمريكي عن الرقابة المالية إلى بيروت، طلع حاكم المصرف المركزي عندنا يقول أنه نحن متقيدين بالعقوبات المفروضة على سوريا، وهي عقوبات تفرضها الحكومة الأمريكية وليست عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة. شعرت بعار كبير، شعرت بخزي كبير كمواطن لبناني، وأنا عم بحكي بكل صراحة، وأنا بقول لك الوطنيين اللبنانيين مقصرين. من المشين بالنسبة لي أن تكون حكومة بلادي تضم وزراء وطنيين ومنهم وزراء مقاومين وهي عاجزة عن تطبيق النائب النفس الذي أعلنت بذاته وألزمت نفسها به، فتطارد العصابات الإرهابية التي تجتاز الحدود أو تمنع تهريب السلاح عبر لبنان أو تمنع تخزين السلاح لصالح التخريب في سوريا. واقعنا اللبناني مخزي لك بصراحة، وأنا كوطني لبناني يعني بعتبر حالي معني أكيد بصمود سوريا وبمقاومة سوريا لهذه الحرب الاستعمارية، وأتطلع إلى يوم انتصار سوريا لتنشأ معادلة تعزز من قدرتي على فرض استقلال بلدي وتحريره من حالة السيادة المنقوصة، من حالة الاستباحة الأجنبية. نعم. يا رئيس وزراء لبنان الآن الذي سيذهب إلى لندن لحضور دورة الألعاب الأولمبية، الذي ينأى بنفسه وينأى بحكومته عن الصراع في سوريا، برأيك يعني ما الخط الذي يجب أن يتبعه أو ينتجه؟ هو دائما يدافع عن هذه الفكرة، فكرة النائب النفسي، ويقول أن لبنان محكوم حكما بحكم تركيبته وسياسته. أنا موافق يا أستاذ نزار عن النائي. ماذا يعني النائي؟ إذا كان النائي أنه الدولة اللبنانية لن تساند الدولة السورية، ما بدها تصير طرف بالأزمة، عظيم، هي أصلا مش مساندتها. بس النائي ما بيعني كمان انك تمنع اي نشاط معادي للدولة السورية من الارض اللبنانية. طيب فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان، انت جمعت طاولة الحوار وطلعت باعلان بعبد الحواري وكلنا رحبنا فيه،
كل اللبنانيين رحبوا فيه بدون استثناء. في إعلان بعبد الحواري فخامة الرئيس تأكيد على بند في اتفاق الطائف يقول أن لبنان لن يكون ممرا أو مقرا للمس بأمن الشقيقة سوريا، ونص صريح بيقول بالإعلان أنه نحن ضد تهريب السلاح من لبنان وضد عبور المسلحين للحدود، وندعم الجيش اللبناني في فرض السيادة اللبنانية ومنع الفوضى المسلحة. ليش يا فخامة الرئيس ما دعيت لهلأ من يوم اللي صار اجتماع بعبد الحواري اللي ألزموا فيه الحضور أنفسهم بما صدر إلى جلسة لمجلس الوزراء تضع الخطة الميدانية التي تنفذ هذا الإعلان؟ ليش بالجنوب اللبناني على الحدود مع العدو الصهيوني مع فلسطين المحتلة؟ لأنه في إلحاح أمريكي على التزامات 1701 من لقي 15,000 جندي منحطهم هونيك لنلتزم بهذه القواعد، وأنا مش ضد هالالتزام، المقاومة قبلت هذا الالتزام ونحن كوطنيون قبلنا هذا الالتزام. طيب لو الدولة السورية مدعومة من أمريكا وعم بتواجه مشكلة من هالنوع وفي معارضة وطنية حقيقية تحررية ضد الاستعمار تنطلق من لبنان، واجت أمريكا طلبت من الدولة اللبنانية أنه تسكر الحدود، كانوا أخذوا 15,000 لهونيك وكانوا تخلوا عن حراساتهم. هذا الشيء بشعرني بالخجل، وبتمنى أنه فخامة الرئيس اللي هو ضابط مقاتل وقائد جيش وكان شريك بكل المواجهات اللي خاض الجيش اللبناني إلى جانب المقاومة ضد العدو الإسرائيلي يوضع حد لهذا الوضع. هذا وضع لا يليق بالبلد الذي انتصر على العدو الإسرائيلي، ولا يليق بالتعامل مع الدولة التي نصرت لبنان، الدولة التي ساعدت اللبنانيين على إعادة بناء الجيش. وفخامة الرئيس بيعرف أنه بعد اتفاق الطائف السلاح والآليات وكل المساندة اللوجستية التي أعادت دمج الألوية اللبنانية وأعادت بناء الجيش اللبناني كانت سورية 100%. طيب رأيك أمام هذا المشهد كيف ترى الأيام القادمة، الفترة القادمة ستمر على سوريا أمام كل هذه الاستحقاقات التي تحدثنا عنها؟ أنا كما قلت في البداية في هذه الحرب الاستعمارية التي تقاومها سوريا نحن ندخل فصولا حاسمة. الفشل الاستراتيجي للعدوان على سوريا قادم بصورته النهائية. أنا لا أزعم أننا أمام يعني فترة أيام ينتهي فيها كل شيء، بدون شك الأمور أعقد من ذلك، وما يقوم به الجيش العربي السوري سيحسم مسألة الانتهاء من وجود معاقل للإرهاب وللتمرد. ولكن اليوم أخطر منظمة إرهابية في العالم هي التي تخوض الحرب على سوريا، منظمة الناتو وأدواتها في المنطقة، تركيا والمستعربون. أظن أنه بعد تحرير المعاقل من العصابات الإرهابية المسلحة سنستمر في مواجهة مع عمليات إرهابية، مع عمليات اغتيال. وأنا هنا أود أن أقول أننا معنيون بالتشديد على ضرورة تنبه كل مواطن سوري لمثل هذا النوع من المخاطر، والتشديد على إخواننا وأشقائنا في القيادات الأمنية والعسكرية لأخذ الدروس من التجارب المكلفة التي اجتازتها الدولة السورية وقدمت فيها العديد من الشهداء من ضباط وجنود وقادة الجيش العربي السوري والمؤسسة الأمنية الوطنية. نحن ضنينون بكل طاقة، هذه من طاقات الأمة، وهؤلاء من أبطال الأمة الذين قاتلوا إسرائيل ويستعدون لمقاتلتها والدفاع عنها، وهم اليوم يدافعون عن الأمة في هذه المعركة التي يخوضونها. أعتقد أن تصميم الدولة الوطنية السورية على العملية السياسية المستمرة، وهذا واضح ما بقى بده نقاش، مصالحة وحوار وإصلاح واحتواء لنتائج الأزمة وآثارها وانعكاساتها على المواطنين، بالتوازي مع استعادة الاستقرار الذي ستستمر المعركة عليه مع الفلول الإرهابية بسبب التصميم الأجنبي على متابعة استنزاف الدولة الوطنية السورية. الأمريكي يريد أن يؤخر اعترافه، نحن أمام أشهر تفصلنا عن الاعتراف الاستعماري الواضح بالهزيمة والفشل. كل ما كنا أكثر ثباتا وأكثر صمودا. نحن عشنا أيام صعبة خلال حرب تموز، وكتار مننا عاشوا قلق على إمكانية
أن نحقق انتصارا، ويمكن كتار مننا ما كانوا مأملين أنه يخرجوا أحياء من تلك الحرب. في الساعات الصعبة نشحذ الإرادة، نشحذ الهمة، نقول أننا يجب أن نصبر ونصمد ونتحمل. اليوم الشعب السوري عم يدفع تضحيات كبيرة، وهذه التضحيات هي مهر ولادة سوريا الأقوى، سوريا المتجددة التي ستكون بمستوى رسم خرائط العالم الجديد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ غالب. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. كل التحية للدماء السورية العزيزة، ونأمل أن نكون في غد قريب مع سوريا مزدهرة وقوية وقادرة، قلعة لكل أحرار المنطقة والعالم بدون استثناء. وعندها سوف يعلم المستعربون أي منقلب ينقلبون. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. وشكرا للسادة المشاهدين. إلى اللقاء.